يمكن زي ما قال الاستاذ جمال علام كان ليه اقتراحات كبيره في الاجتماع. مساء الخير يا فندم. كابتن حازم ازيك؟ لا انا صاحب الدعوه وصاحب المؤتمر يا استاذ حازم. تمام يا فندم تمام. يعني انا تمام. لما دي تم حاجه يعني دي حاجه جيده جدا جدا. مع انا اسف يعني انا معلش. لما تم انتخابي رئيس لجنه الانديه اللي كان لازم اللجنه يبقى ليها دور محترم ودور مؤثر ودور ايجابي. تمام. واهم قضيه كانت حضور الجماهير. فانا كنت مع السيد وزير الداخليه الاسبوع اللي فات واستاذنته ان انا ادعو السيد رئيس اتحاد الكره يحضر معي والسيد رؤساء الانديه الجماهيريه. احنا كان لنا اجتماعين، الاجتماع الاول بصفه رئيس اللجنه مع السيد رئيس اتحاد الكره والسيد المدير التنفيذي والاخ عازم مجاهد وكابتن فاروق جعفر ورئيس النادي المصري ورئيس النادي الاسماعيلي ورئيس نادي الاتحاد السكندري اللي هي الانديه اللي ليها جماهير. تمام. وللاسف لم يحضر احد من النادي الاهلي سبب المشكله. وانا بقول تاني للاسف الشديد النهارده مفيش حد جه خالص. هو انا عارف مهندس محمود طارق غالبا مسافر، مفيش يعني حد محمود حتى طارق مسافر، في احمد سعيد. تمام. انا قصدي في محمد كده. عبد الوهاب انا كلمته امبارح محدش جه خالص، انما لما يكون سبب المرض اللي هو المفروض يتعالج ما يجيش دي مشكله كبيره. ده تفسيرك ليه يا فندم ان هو ما جوش؟ يعني تفسير لحضرتك ايه ان هو ما يجيش؟ تفسيرها عندهم تفسيرها، هل هو نوع من التعالي؟ هل هم مش عايزين جماهيرهم يخشوا؟ يعني انا حريت اكلم الاخ الاستاذ محمد عبد الوهاب امبارح وانا لخبطت بنفسي، لانه يعني الدعوه كانت مني انا مش من السيد وزير الداخليه، لان ده كان اقتراحي. كنت ممكن اروح لوحدي بصفه رئيس لجنه الانديه، لكن حرصت يبقى السيد رئيس اتحاد الكوره موجود والساده رؤساء الانديه الجماهيريه يكونوا موجودين معانا. تمام. عشان اللي نتفق عليه يبقى ملتزمين بيه. فاحنا فوجئنا ان ما حدش حضر من النادي الاهلي. ده عشان حضرتك مثلا اللي حضرتك رئيس نادي الزمالك اللي دعيت لهذا، ولا ان هم مش عايزين يلتزموا باللي هيطلع بيه؟ يعني انت ايه النظريه برضه غريبه جدا، يعني مع ان فعلا عندي حاجه مفروض مفيده للكره المصريه، الناس كلها بتطلب بعوده الجماهير. كابتن حازم انا في البدايه كنت انا مهتم اولا بدخول جماهير الزمالك المباريات بصفه رئيس نادي الزمالك. تمام. لكن ماليش دعوه بالاهلي او اي انديه دي. لما انتخبت رئيس لجنه انديه ما بقتش القضيه بالنسبه للزمالك، بقت بالنسبه كل الانديه. كل الانديه. تمام. انا بقول لحضرتك انا حزين ان النادي الاهلي، وانا بقول لك محمد عبد الوهاب انا اللي مكلمه امبارح وانا اللي مكلم السيد جمال علام ومحدد ميعاد وراجل شرفنا وجه، لانه كان لازم رئيس اتحاد الكوره يحضر والرؤساء الانديه الجماهيريه، وحتى لو واحد زي الاستاذ ابراهيم مجاهد اعتذر وقال يعني مفوضك يعني. تمام. في بعض الانديه اعتذرت وكل من دعي في بعد النادي الاهلي. الكلام النهارده طبعا احنا بدانا الاجتماع بان احنا قرينا الفاتحه على ارواح شهداء الشرطه وشهداء مصر، ثم وقفنا دقيقه احداد. وانا قلت مصريين بيدعموا جهاز الشرطه في معركه صعبه جدا جدا ضد الارهاب الاسود اللي احنا فيه. احنا ما كناش رايحين بس عشان نرجع جميله خلاص. تمام. لكن احنا كان لازم يبقى لينا موقف، موقف ايجابي في اللي بيحصل في بلدنا. تمام. وانه كل الدعم لشهداء الشرطه، وانه هيجي في يوم من الايام زي ما الشرطة كانت بتفتخر ب 25 يناير سنة 52 لما تصدت الإنجليز، الشرطة هتيجي في يوم من الأيام تفتخر بالثلاث سنين اللي مضوا عندما وقفت وحمت المصريين من الإرهاب الأسود. ثم تحدثنا عن مشكلة الجماهير، إنه كورة من غير جماهير يعني أولا أنا بدفع 60,000 جنيه رسوم الاستاد لكل مباراة، ما عنديش دخل، ما بيجيليش دخل منها أصلا. اثنين عندي لعيبة عايزة فلوس مستحقات. ثلاثة انت عارف يا كابتن حازم الاعلانات والشركه الراعيه لما بيكونش فيه جماهير ما بتديلكش المبلغ اللي انت بتطلبه. صح. القيمه المفروضه للنادي طبعا بالظبط كده، القيمه بتقل كتير. وانا اقترحت اقتراح محدد، هو عوده الجماهير في من بدايه الدوره الربعيه ان شاء الله نمره واحد. اثنين انه عايزين بقى ضوابط. احنا بينه وبين بعض كانديه اتفقنا ان احنا هنقعد مع اولادنا بتوع الالترس والروابط العاديه وكلنا عارفينهم. انتوا عايزين تروحوا تخشوا تشجعوا ولا عايزين تخربوا؟ خلاص احنا يعني يا فندم عشان الناس تفهم، القعده النهارده اللي طلعتوا منها ان الانديه هتقعد مع كل رابطه بتاعتها ويتوصلوا لاتفاق ازاي يخشوا الماتشات، صح كده؟ احنا الاول خدنا السيد الوزير وافق على دخول الجماهير بدءا من الدوره الربعيه. خلاص ده شور يعني خلاص. ان شاء الله ده قرار. برقم معين يا فندم ولا مفتوح الارقام يعني العدد معين؟ مثلا ما حددتش رقم، ما حددتش لدرجه قال ان في النادي الاهلي في المباراه النهائيه طلب 10,000 وفينا بقى ال 15 20 30 وفي الاخر الولاد نزلوا ولعوا في الباقي، ولعوا في الماتش وهم كسبانين. فانا بتمنى من جماهير الزمالك والاهلي والاسماعيلي والمصري
والسويس وجمال الصعيد اي كان واتحاد اسكندري والمنصوره بلدي بلد زي ما قلت. العربيه اللي بتتحرق دي ملكي الخاص بتاعت اخويا بتاعت ابن عمي او ملك الدوله اللي انا بدفع ضرايبها. واخد بالك الكرسي اللي بيكسر ده في الاستاد انا عشان اجيبه تاني انا مش عارف اشغلك. ما هو انا حضرتك بجيبه ازاي من فلوس الدوله؟ انا هشغلك والبطاله اقضي عليها ولا اقعد اصلح في كراسي ومش عارف عربيات اتحرقت؟ فالسيد الوزير مشكورا بعد ما طلع قرار. احنا بقى كانديه وكلجنه الانديه عندنا اجتماع يوم السبت ان شاء الله باذن الله بامر الله بدون مقاطعه يحضر فيه السيد رئيس اتحاد الكوره عشان نتفق. اولا الجمهور هيخش عن طريق النادي. ازاي يا فندم بقى؟ كلام غير قابل للنقاش. حضرتك عايز تخش المطوشه هديك بطاقه من عندنا بالسعر المخفض هتبقى بطاقتك دي للدخول. حضرتك معاك البطاقه اي جمهور ولا بس الالتراس يا فندم؟ لا انا بتكلم بس جمهور بصفه عامه. اي جمهور داخل الماتش بيشتري بطاقه؟ كل نادي عنده جمهوره. تمام. حضرتك عايز تخش انا عندي ماتش الزمالك مع اي فريق. تمام. حضرتك معاك بطاقه طول السنه بعملها لك بسعر مخفض جدا. تمام. حضرتك بتاخد التذكره وبتاخد البطاقه ويسيب بطاقه يعني وياخد بقى حاجه بيانات بطاقته ولا من غير حاجه خالص؟ بيملى استماره. يعني خلي بالك بيملى استماره. تمام. معايا بياناته هيقعد على الكرسي المرقم بتاعه زي ما بيحصل بره في اوروبا. تمام. بحيث ان حضرتك تتحمل مسؤوليه اللي بيحصل لو حاجه حصلت في الملعب. وبعدين افرض بقى جمهور عايز يعمل شغب. تمام. خلاص. هذا الجمهور اتفقنا مع اتحاد الكره يحرم من حضور مباريات فريقه طول الموسم. تمام. مش هنقل بقى الماتش. طب عندي سؤال يا فندم. الداخليه هتامن من بره ولا من جوه؟ ان ده كان يا فندم عشان تامن من جوه وكان في اقتراح من ولادنا انه يبقى شركات قطاع خاصه تامن من جوه. انا معاهم بس دي فلوس كتيره. دي ازاي انا هدفع منين؟ انا مش لاقي مدين نظر للعيبه. تمام. خلاص ادي واحد. اثنين القطاع الخاص ده ما عندوش ضبطيه قضائيه. افرض حصل جريمه جوه. تمام. يقعد يتفرج ولا يطلب الشرطه من بره تكون الجريمه انتهت؟ فده كلام. دي فكره. هنقعد مع الالتراس وهنقعد مع اللي هم المشجعين العاديين زي الخواجه والناس دي كلها. كل نادي هيقعد مع مشجعينه. تمام. وهيبقى في مقر جوه كل نادي. خلاص. اوضه او مخصصه. الكلام ده يا فندم حلو بس هل على الواقع هيطبق؟ يعني حضرتك عارف برضه الالتراس ليهم وجهه نظر. مش ما نسيبش ارقامنا وما نسيبش معلومات عننا وما نسيبش. يبقى مش هيخش. لا انا هنظم. تمام. حضرتك خايف من ايه؟ هو انت حضرتك انت شاب جميل عايز تخش تشجع. هم عندهم نظريه ان انت بتلم معلومات وتديها مثلا للداخليه. كنت انا معاهم ضد اي حد بيتكلم. تمام. بتكلم لا مش حضرتك مش حضرتك كمرتضى منصور يعني مش شرط مرتضى. بكلم يعني هم ده بيتكلموا دايما الادارات بتبقى مثلا. اتفضل اتفضل يا فندم. لو قعدنا نشكك في بعض. انا اشكك في الشرطه والشرطه تشكك في الولاد. يبقى مفيش رياضه في مصر. عايزين نتفق نبدا صفحه جديده. تمام. ممنوع ضابط يمد ايده على ولد. خلاص. ممنوع ولد يمد ايده على طوبه. اتفقنا. خلاص مفيش مشكله. احنا يعني حضرتك بتقول دلوقتي اي واحد عايز يخش الماتش يملى البيانات ويخش معزز مقرر. اللي مش اللي مش هيمضي الورقه دي مش هيخش. ولو السما انطبط الارض انا مش هدخله لا انا ولا الشرطه. تمام. كلام غير قابل للنقاش. تمام. لان هيبقى الامن بتاع النادي بتاعي مع الامن بتاع الشرطه واقف بره. واحد بقى ضرب بطاقه ضرب مش عارف ايه الكلام ده كله مش هيسمع. حضرتك داخل تشجع يا سلام فوق دماغي. حضرتك داخل تخرب مش هيسمح. لن يسمح بتخريب جوه منشاه رياضيه. تمام. وبقول للشباب الجميل اللي طالع اذا كان حد ماسح مخ البعض بقول له بلدك دي بلدك. انت استفدت ايه؟ انت بتخرق عين نفسك. هو انا عايز اعرف وبيأذي ناديه وبيأذي ناديه يا فندم. بيأذي ناديه بشكل كبير جدا جدا. لا يعني يا كابتن حازم انا بتمنع. حضرتك بتتمنع. هو اللي بيتمنع. صح. انت بتستفيد ايه؟ مش عارف. انت متعتك تتفرج الماتش حي ولا تتفرج على التلفزيون؟ صح. خلاص. فانت المضرور. وبعدين انا شغال وربنا مديني والحمد لله مستوره. انت لما تحرق انت هتشتغل ازاي؟ ما هو دي فلوسك يا ابني. ما الفلوس العربيه بتتحرقها والاستاد اللي بيتحرق بملايين دون ويكسر بملايين يا ابني دي فلوسك انت مش فلوس الدوله. انا النهارده بدل ما اوفر فرصه عمل لمثلا 1000 واحد لما بتعمل دون مش هوفر لخمسه. فلازم الشباب يعرف الكلام ده. طيب. عندك مشكله مع الداخليه قبل 25 يناير ابدا صفحه جديده. انا بقول لك ادخل وارقص واعمل دخلاتك وافرح واعمل اللي انت عايز تعمله لكن هتخرب هتتعاقب. نمره اثنين بقى اللي يمكن الاخ جمال علام نسي يقوله ان انا طالبت ان قانون يطلع قرار بقانون من السيد رئيس الجمهوريه. احنا كنا قاعدين مع السيد وزير الداخليه وكبير السيد وزير الشباب والرياضه على فكره.
واخد بالك انه يعرض قانون شغب الملاعب للسيد رئيس الوزراء، مجلس الوزراء يعتمده، يعرض السيد رئيس الجمهورية، يطلع قرار بقانون شغب الملاعب لانه عشان اعمل انضباط جوه. حضرتك زي ما قلت لك خش شجع زي ما انت عايز، هترمي طوبه هترمي زلطه. هو قانون شغل الملاعب ده يا فندم ينفع قبل مجلس الشعب؟ يعني طبعا ينفع رئيس الجمهوريه يطلع هو رئيس الجمهوريه عنده سلطات، وده كان اقتراح انا، واعملوا عقوبات مشدده، عقوبه صعبه عشان تبقى انت عارف الاب والام عارفين ان ابنهم رايح يتفرج على الماتش، وهو رايح يقول له خلي بالك ضربت طوبه العقوبه كذا، شتمت العقوبه كذا، شجع يا سلام نور المدرجات اهلي وزمالك واسماعيلي ومصري واتحاد اسكندري زي ما انت عايز. خلاص، لكن لن يسمح، لن يسمح تاني لحد يبلطك في محفل رياضي اي مباراه سواء قدم او سله او يد او طايره. وبقول اهو الفريق اللي ولو حتى لو نادي بتاعي الفريق اللي جمهوره هيخش يعمل شغب نهايه لغايه نهايه الموسم لن يحضر مباريات. لكن هنفترض ان نادي سين مثلا جمهور عمل شغب، انا مش هعاقب الاسماعيلي، مش هعاقب الزمالك، مش هعاقب الاهلي، مش هعاقب اي نادي. اللي هياخدوا العقوبه من الحرمان من دخول المباريات الجمهور اللي مش قادر يقدر ان ده بلده وده امن بلده، والعسكري الغلبان اللي بيضربه ده واقف عشان يحميه، والضابط اللي هو عمال يقول له ابو مش عارف ايه ابو كاب والكلام الفارغ اللي بنسمعه ده. لما هو ياخد الثانويه العامه بيبقى امنيه حياته انه يخش كليه شرطه، لانه شاب زيه وكافح لغايه ما بقى ضابط ملازم ولازم اول نقيب، واخد بالك. لكن لما ضابط يغلط يتحاسب اكيد. طيب انا بتمنى ان شاء الله يعني يا فندم ان شاء الله الاجتماع الجاي لجنه الانديه هتعملوا تصورات نهائيه لهذا القانون الجديد او الشكل الجديد يوم السبت. الاهلي بقى هيجي فيه ولا حضرتك برضه شايف؟ هو الاهلي معانا في لجنه الانديه. ما انا عارف، ما انا عارف انه مع حضرتك في ما انا عارف انه مع حضرتك يعني قصدي يعني افرض هو قال لي انا مش يعني انت متوقع الدنيا هتمشي ان شاء الله يعني في شكل كويس. الاهلي مش عايز جماهيره تخش، بالعكس جماهير الاهلي كبيره وعريضه وعريقه. تمام. مصلحه النادي الاهلي ومجلس ادارته يكون عنده جماهيره، وخاصه تمام اللي هو مشترك في الكونفدراليه. عايز اسال حضرتك اخد حضرتك في حته ثانيه بعد اذن حضرتك، معلش نستغل حضرتك شويه. موضوع ماتش بتروجيت امبارح لجنه المسابقات يعني اكدت النتيجه او اعتمدت نتيجه المباراه، يقال ان هم عملوا اجتماع قبل ما التظلم يروح الاتحاد. حضرتك شايف الموضوع ازاي؟ وكنت عايز اسال حضرتك سؤال برضه في هذا الموضوع، في ناس كتبت كتير ان حضرتك خدت صورتين من الملعب ان في جماهير، وحضرتك كنت عملت الموضوع ده قصد عشان تبين ان في جماهير في الملعب، فعلا الكلام ده صحيح؟ انا قريت في لبنان الجمهوريه النهارده للاسف خبر كاذب ان انا نزلت الملعب وصورت الكلام ده. ما فيش رئيس نادي محترم هينزل الملعب ويصور. يعني الاخ اللي كتب الكلام ده عايز اقول له يعني خلي يتقي ربنا، لان انا راجل بعد ما هنيت رئيس نادي بتروجيت وشخصيه محترمه واستقبلنا استقبال محترم جدا من جماهير السويس ومجلس اداره بتروجيت اللي هم اصحاب الملعب، انا سلمت عليه وخدت عربيتي ورجعت مصر، وكان معايا يمكن المهندس هاني زاده راجع معايا في العربيه. ما حصلش ان انا نزلت الملعب، لكن كان مهم من مدير النادي التنفيذي انه يوثق اللي حصل، وانه صور خلى الاخ التلفزيون المصري يصور، لانه الاتحاد الكوره ما بياخدش الا بحاجه رسميه. تمام. انت لو قعدت تصور محدش هيسال فيك. فانا عايز اقوله احنا لعبنا اسوأ مباراه. وانا بقول من خلالك للكابتن احمد حسام لسه قدامك امل كبير، انت قدامك لسه ماتشين فاضلين لك، وان شاء الله ربنا يوفقك وتوصل مربع الذهبي، وان شاء الله باذن الله تاخد الدوري. خمسه لسه ناقص خمسه ان شاء الله. نعم. خمس ماتشات. لا انا بتكلم عن ماتشين اللي فاضلين للزمالك. يعني في اثنين مؤجلين للزمالك. اوكي اوكي. فالاثنين دول بستة بونت ان شاء الله. بس انا يعني عتابي برضو من خلالك كابتن احمد حسام، لما تغضب من اللاعبين لا يكون على وسائل الاعلام، اي ملحوظه عايز تقولها اقفل الباب عليهم واللي انت عايز تقوله. ليه؟ لانه دول في النهايه نجوم، وانت يا كابتن حازم كنت لاعب وكنت بتضايق لما حد يوجه لك اي انتقاد علنا، لكن لما تقفل عليك الاوضه اللي بيقول لك المدير الفني بتسمعه ايا كان هذا الانتقاد. تمام يا فندم. ادي واحد. اثنين، الوضع اللي عمله مدير عام النادي انه قدم احتجاج للجنه المسابقات ده اجراء روتيني. تمام. لكن انا ليا، انا طبعا في حرج عشان ان انا رئيس لجنه الانديه، ما بقولش ان انا نادي ضد نادي، لان دي عامله لي برضه حرج. لكن عشان كده انا حرصت النهارده كل رؤساء الانديه ييجوا، علشان مش يبقى نادي الزمالك بيدخل جماهيره بس، لا كل انديه مصر تدخل جماهيرها. تمام. انا ليا راي المباراه كانت سيئه. والزمالك الشوط الاولاني كان ممكن يبقى كسبان، لكن فرط في الفوز اللي هو بدا بالتهديف. نادي بتروجيت نادي محترم جدا جدا، مدير الفني عنده كابتن مختار، كابتن مجدي عبد العاطي مدرب، كان لاعب محترم ومدرب محترم. وانا كنت بلاعب الفريق الاول، انا ما كنتش بلاعب فريق جاي من درجه ثانيه، هو اول المجموعه. فلما يفوز على الزمالك انا مش مندهش، لان ده اول المجموعه. تمام. واخد بالك؟
الحكم سيء على الناديين والحكم بتاع ماتش المنيا سيء على الناديين. وده اسوأ شيء ان يبقى في حكم سيء على الفريقين، انه بيبقى حكم يعني من وجهة نظر غير كفء. يعني ايه، هو مش منحاز ضد الزمالك او منحاز ضد مع بتروجيت، لا هو قراراته غلط هنا وهنا. لكن معلش يا فندم عشان بس نطلع ادان الالتماس بقى سريعا، هو الالتماس اللي اتعمل من مدير عام النادي هو اللائحه بتقول 25 من 25 و5 يعني 50 واحد يخش، دخل 51 زي ما حصل في الماتش بتاع حرس الحدود. تمام. المفروض النتيجه بتحسب لصالح النادي اللي هو الضيف مش المضيف. فانا بقول للجنه التظلمات هيتعرض عليه كل ورق وبما يرضي الله، واذا كان للزمالك حق ادهوله، ملوش حق مبروك لبتروجيت، مفيش مشكله.